هذه الثوم. نعم. انا كنت في تيزي وزو نهار الخميس وعينت وحده من اكبر وحدات في الجزائر، وحده يعني تاع تثمين منتوج الثوم ويشغل. نعم. شباب، وحاجه اللي نقولها لك، شباب ذوي الحاجات الخاصه، يعني سم البكم، شباب سم البكم. لقيت واحد 30 شاب يشغلوا باش يوظبوا هذاك الثوم تاعنا، ثوم من اجود المنتوجات واللي مطلوب على مستوى اوروبي. ونزيد لك، عندنا 3 سنين كنا نجيبوا الثوم، كنا نجيبوا واحد 120,000 قنطار. نعم. اكتفينا مستوى الوطني، والان رانا في عمليه تصدير. جميل. نشوفوا بلي يعني هذه